أنا من هو؟ أنا من هو؟ أنا ويني؟ أنا ضاعت براهيني من شفتك يا أحلى الناس، تغير كل شيء فيني. رجعت أرسم سهم وقلب، ورجعت أكتب أغاني حب، ورد الشوق يرويني، تغير كل شيء فيني. سلمك يا عبد الله. تلحنا؟ ملحنين أخر. كم عمرها هذه الأغنية؟ عمرها وهي عندك عبد الله 7 سنوات حسب علمي. لا 13 سنة. 13 سنة. 13 سنة عقب 13 سنة غناها عبد الله الروشي. ما شاء الله. بالدرج. بالدرج. غيرنا شوية في الكوبليه بس. اسمعها منك عبد الله. إن شاء الله. أنا من هو؟ أنا ويني؟ أنا ضاعت براهيني من شفته يا أغلى الناس، تغير كل شيء فيني. رجعت أرسم سهم وقلب، رجعت أكتب أغاني حب، ورد الشوق رد الشوق رد الشوق يرويني، تغير كل شيء فيني. الله عليك. مشاهدينا، الأغنية الكويتية مرت بمراحل وتغيرات عديدة من نشأتها وحتى اليوم، وتعتبر من الأغاني الرائدة اللي امتدت شهرتها في جميع أنحاء الوطن العربي وفي مراحل مبكرة بسبب تميزها وقدرة كتابها وملحنينها على خلق الإبداع بأفكار جديدة وغير مألوفة. وطبعاً منهم الشاعر الغنائي ساهر اللي تنوع في ألوان أشعاره وقدم الأغاني العاطفية والرياضية والأوبريتات الوطنية، وقدم لنا أجمل الكلمات لمقدمات المسلسلات ومختلف البرامج. أيضاً الملحن عبدالله القعود اللي زاحم كبار الملحنين ووضع له مكانة مميزة بينهم بألحان المتجددة وأفكار الخاصة، وأصبح من أشهر الملحنين على مستوى الوطن العربي. حان الهوى حوال، كل يوم يجيك محال، لو الصبر بالطار بكرة الفرح تلقى نهاية قصتك، بانت نهاية قصتك، ونعرف منه الأنا المانع سما شر لا طاري. طبعا الليله نورت بوجود ضيوفي الشاعر الغنائي ساهر والملحن عبد الله القعود. ابو فيصل وابو محمد حياكم الله، واسفرت الليله بوجودكم. الله يحييك. الله يسلمك. احنا سعيدين بوجودنا في هذا البرنامج اللي قابل كثير من النجوم، وان شاء الله نكون احنا يعني ضيوف خفاف ان شاء الله على المشاهدين. ان شاء الله باذن الله. دائما مبدعين، ودائما وجودكم اضافه لاي حوار. ابو فيصل راح ابدا معك، واكيد لما نتكلم عن البدايات ويمكن مستحيل ما نقدر نعدي اغنيه نبع الوفاء، الاغنيه الجميله هذه اللي عشنا او كبرنا عليها ولا زالت عالقه بالاذهان ولا زلنا نحفظ كلماتها، يعني كانت انطلاقه قويه يتمناها اي شاعر، لكن هل فعلا كانت هي البدايه؟ صحيح، هي اول اغنيه سمعوها الناس لي. نعم. بس اول اغنيه شاركت فيها كانت اغنيه اسمها من لي غيرك حق محمد البلوشي، الحان محمد رويشد الله يرحمه. الله يرحمه. بس تصادف وتزامن الوقت مع بعض الاغنيتين، بس اول اغنيه نزلت لي وانسمعت من خلال الاذاعه. نعم. كانت اغنيه نبع الوفا الصافي. ولا زالت نبع الوفا الصافي للامانه. انا الاغاني اللي احبها فعلا. فعلا كلنا لا زلنا مهما نسمعها نتاثر بكلماتها، ويمكن ايضا لاحظنا ايضا في البدايات وبدايه الانطلاقه كانت مع نجوم الاغنيه الكويتيه، يعني اغاني مثل لا خطاوينا للفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر، ونهايه قصتك عبد الله رويشد، كل هذه الاغاني شنو اللي ميزت هذه الكلمات والشاعر ساهر لتكون الانطلاقه مع هؤلاء النجوم؟ والله شوفي، كان المجال اكيد دخول المجال كان صعب، يعني كان في فطاح الكبار سابقين، كان مبارك الحديبي الله يرحمه، بدر بورسلي الله يطول عمره، يوسف ناصر، اسماء كبيره في الساحه. نعم. عشان
التواصلين بين الكبار هذيلة أكيد كان في تشجيع ودعم وكذا، بس في البدايات يعني كل شاعر له صبغة أو لون أو حس معين فيه. يمكن أنا جيت بشكل مختلف أو غير متداول بالساحة بذاك الوقت، الله أعلم. شنو كان الاختلاف؟ لا يعني في نبع الوفا مثلا ترابك احنا نبوسه مثلا ككلمة مثلا بالضبط. المبالغة بشيء بالمبالغة للحب كانت مثلا ممكن يعني تخوف الكلمة يخاف من أنا جيتها مثلا بجرأة، هل كانت نعم. ذاك الوقت في شكل معين، فهي أسلوب. إضافة إلى هذا يعني كان في سليمان ملا شكل داعم الله يرحمه، كان الله عليه. نعم. كان يعني غير علمني وجهني عرف شنو ياخذ مني شنو يسحب مني، فبس انا توفقت انا بوجودهم بوجود كبار نعم. بتشجيعهم واعتقد يعني واللون يعني نعم. أبو محمد بالمقابل بما أن احنا قاعد نتكلم أيضا عن البدايات، يمكن غالبا أي فنان سواء الملحن أو الشاعر أو المغني تكون بداياته محلية، دائما في محيطة في وسطة في بلدة، إلا أنت المفارقة أن الأول أغنية لك كانت مع حمد المانع لكن كان إيقاعها شرقي وأغنية مصرية، هل هو حب الاختلاف؟ لا، هو كنت أنا في ذيك الفترة أدرس في جامعة القاهرة. نعم وضح السبب. اي، وكان معاي في نفس السكن الشاعر فيصل دويسان النائب السابق الفاضل. نعم. فكنا مع بعض قلت له انا ابي كلمات، ما عدت انا ما كنت الحن يعني ذاك الوقت، فاعطاني قصيدتين باللهجه المصريه، واحده غناها حمد المانع وواحده غناها مطرب مصري اسمه شهاب حسني او شيء ذاك الوقت، سويت هاللحنين نزلوا متزامنين، واحد بمصر وواحد في الكويت، فهاللي صار انا شويه صارت لي علاقه مع الفنانين المصريين، وكنت ما يعني لما نزلت اغنيتي بعد انا كنت ما خلصت جامعه بعدي في القاهره، فرديت الكويت بعدها يعني مبكر إيه. فخلصت الجامعه ورجعت الكويت، وهو انا لما سويت الشرقي بحكم تاثري بالموسيقى الشرقيه حقيقه بأم كلثوم بالذات. لا لا لا، انا لا. شوفي انا متاثر اكثر شيء في بليق حمدي الملحن. نعم. وطبعا احب كل الموسيقى الشرقيه، وكانوا اصدقائي في الموسيقى العربيه اروح اقعد واعزف معاهم وكذا وهذا، فشربت اللون الشرقي قبل الخليجي، يعني قبل تلحين الخليجي كنت انا الحن الايقاع الشرقي. وما تخوفت من هذا الموضوع انك تدخل بدايه في لحن شرقي وليس خليجي؟ احنا بذاك العمر ما نعرف شيء اسمه خوف. نعم. بصراحه يعني انا حتى للشباب يعني او الملحن او المطرب اذا ما يصير جريء في بدايه حياته لما يوصل لعمري او عمر ابو فيصل راح يصير اقل جراه من صحيح اكيد بالرغم من الخبره. اي، يخاف على اسمه، يخاف على 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 يقول لك انا يعني ما اقول هالكلمه او انا ما اسوي هاللحن او اما في البدايات الطاقه غير، النشاط غير، هذه سنه الحياه يعني مو انا بروحي. ابو فيصل قاعد يوافق الموضوع، صحيح الكلام هذا؟ اي، لان انت بدايه الانطلاق تطيحين توقفين، تطيحين توقفين اكثر، يتقبلون الناس منكم تخافين من الطيحه القومه تصير اصعب. اصعب. ابو فيصل ايضا بدايات نجاحاتك في فتره الثمانينات اغلبها كانت مع الملحن الراحل رحمه الله عليه سليمان الملا، وطبعا هو خير من يصيغ الالحان لكلماتك، فخلنا نتكلم عن هذا التعاون. سليمان بداياته بنبع الوفا، بنهاية قصتك، بدلال ومدللك، بلا خطاوينة، الله، أعمال كثيرة كثيرة مع سليمان، نجاحات لا تعد الأمانة. سليمان مترجم، يترجم الكلمة موسيقيا بشكل الله. يعني حتى من شوية كنت أسولف مع عبد الله في أغنية كان ملحنها عبد الله اسمها عاندني. أي. سليمان أذكر أول ما سمعها سمع اللحن من لما نزل، فقال لي هذا اللحن يشابهني. صحيح. حلو التعبير جميل. إيه، فكان في يعني تلحين الكلمة، الموقف، الصورة اللي موجودة داخل الأغنية. نعم. تحسين فيها ترجمة صحيحة، فسليمان كان متميز بهذه النقطة. سليمان أنا كنت من المحظوظين للأمانة. عبقري موسيقى، يعني أنا شخصياً
من يعني من الناس اللي تأثروا بألحانه قبل لا قابله. طبعا أنا اشتغلت معاه وعملنا أوبريتات مع بعض. نعم. هذا يعني كان عنده غزارة حس مو موجودة عند شخص ثاني. مو أنا اللي أتكلم عنه يعني، يمكن مفيصل أنا من المحظوظين اللي اشتغلت بداياتي مع سليمان. يذكر شنو قال عنه الموسيقار عمار الشريعي. صحيح. عن سليمان الملا. شنو قال؟ لا يعني كان يتكلم يقول أنه موسيقي، عند الموسيقى جاهزة يعني ما يتعب يدور موسيقى. كان يغني أغنية روح وإنساني، كلمات عبد الأمير عيسى أعتقد ولحن سليمان، كان يغنيها عمار بصوته بحافظ الغنية، يتغنى بكلمة روح هذه اللي فيها يتغير في المقام. روح وإنساني روح، يعني عبقري. كان يعني أنا سامعها من عمار يمكن مرتين بجلسات فنية. رحمة الله عليه. طبعا أكيد الفنان الراحل سليمان الملا قام، ويعني نبي نعطيه حقه في هذه الكلمات. نعم. وفي هذه السهرة وذكرى، أكيد في حوارنا اليوم ما راح يخلو من هذا الاسم. صحيح. والقامة. صحيح. الكبيرة. وبالمقابل أيضا بعدها توالت النجاحات مع عبد الله رويشد. صحيح. إيش معنى عبد الله رويشد؟ ما أدري والله، بس عبد الله حريص بذاك الوقت، يعني حريص إنه يتواصل معنا. كنت متواصل معه بشكل جيد، نروح ونسافر مع بعض، نبحث بشكل أغنية مع بعض. يعني حتى لما عبد الله مع سليمان بدايات، لما قلت له سوينا نهاية قصتك دلال ومدللك، أنت هذا أنت عمرك ما تغير، أغاني كثيرة سويت مع سليمان لعبد الله. ولين مرحلة وجود الشباب بذاك الوقت، الحين كبر عبد الله. بعدنا شباب. لا تعليق. بعدنا شباب. لما بين عبد الله بالساحة وبين مشعل وطارق العوضي. نعم. ويعقوب الخويزي، بدأوا الشباب يدخلون الساحة الغنائية. عبد الله يعني هم تواصل معهم، وأنا كان لي نصيب يعني أشتغل مع عبد الله وعبد الله. أيه. وأشتغل مع مشعل وعبد الله. صحيح. يعني. نعم. فصار هذا التنوع اللي موجود. فعبد الله رحلة طويلة معه، يعني أنا يعني اشتغلت له بكل ألوان الأغاني. ولما تصيغ هذه الأغاني وهذه الكلمات، هل لأنها تشبه عبد الله رويشد مثل ما ذكرت قبل شوي لما يقولون اللحن يشبهه؟ أكيد أكيد. هو شو يصير لازم اكو شيء يعني يعني يشابه صوته او يحب يغنيه. نعم. فانت اكيد ترسمين، اكو اشياء ترسم عليه يعني. وبالمقابل ايضا اللحن لازم يشبه المغني اللي اديه. يعني شوفي، يعني اللحن يصنع. يعني انا الحين اشتغل مع مثل عبد الله رويشد، عبد الله رويشد نقعد ونسوي اللحن. يعني انا ما اعرف طريقه اللي دزلي بالواتساب وسوي لي هذه. لا بس البدايات ما كان في واتساب. الحين اتكلم كان احلى. اي كان اصدق. طيب. فعلا. نعم. لانه يصير ورشه عمل، هذا يقول تفصيله، هذا يسمع كذا، ممكن المطرب يغني جمله او يفتح افق معين، الملحن ياخذ من هاي الجمله يبني عليها شيء. ردة الفعل. إيه؟ يعني شغل. يعني هو بالاخير يعني احنا تعودنا على هذه الورشة. الآن ما في يعني، مع السرعة صار الموضوع بالمراسلة، فما حس يعني. ممكن طبعا في أغاني صارت ناجحة، بس هو الأصدق القديم كان أصدق. نعم. وبالمقابل كانت يعني نرجع لمنتصف التسعينات، وقتها أنت كنت بداياتك وملحن شاب، فإش كثر تعبت وإش كثر لازم يتعب الملحن علشان يحفر اسم مثل اسم عبد الله الجود؟ هو لازم يتعب في كل المراحل. نعم. اللي بيمر فيها، بس نسبي. هو بالبداية كنا احنا نشتغل مو بس تلحين، احنا كنا يعني انا واذكر حتى الفنان مشعل عروي كنا نشرف على الألبومات. يعني كنا احنا ناخذ الألبوم كامل مع الملحنين الآخرين. هذه الأمور صقلتنا كثير، يعني خلتنا نشوف شلون يصير ألبوم، أو شلون تصنع الأغنية من الألف إلى الياء، من التوزيع، من
ترك البيز إلى الإيقاع إلى الكورال إلى نعم. تركيب الكورال. هني يعني نمت الثقافة اللي هي مو بس تلحين، هي التلحين في ملكة وفي حرفة. الملكة هو الإلهام، يعني ممكن أنا قاعد أدور جملة سي مثلا شهر ما صيدها وبلحظة ألقى الجملة اللي أدورها، نفس ما حصل مع أبو فيصل. دقيت عليه من الإمارات مرة قلت له سجل، كان أبريت الدولة مو لاقي لهذا، فقلت له أبو فيصل الله أكبر لالي لالي الله أكبر شوفوا بلادي، كتب وسجلنا الجملة وركب عليها الكلام. أما الحرفة هي أن مثل ما قال عمار الشريعي عن سليمان الملة، الألحان جاهزة عنده، حريف يعني عنده الحرفة، يقدر يركب لك جمل تسوي لك لحن حلو. نعم. بس من غير يعني ما يحسه، عارف هذه الجمل حاضرة عنده على طول. هذه ساعدتنا في البداية، بس هو البداية هي التعب الأول، يعني أنت في البدايات لازم تتعب عشان بعدين ترتاح وتنتقي الأعمال اللي أنت تبيها. ممكن يكون اللحن جاهز قبل الكلمات تصير؟ اي انا طالما كل لقائي مع ابو فيصل فبقول الاحداث اللي مع ابو فيصل. يعني كان عندي لحن قديم هم مع ابو فيصل اسمه كنت اعرفك. إيه. هذه الاغنيه ما شافت النور، بعدين راح الكلام حق ملحن ثاني ومش عارف ايش كذا وهذا، ويا عبد الله رويشد يبي مني لحن، فقلت له هذا اللحن مناسب حق عبد الله، يعني كان عبد الله رويش التوني انا في بداياتي، فقلت له فرصه يعني ابو خالد يبي لحن مني، ابي شيء حلو هذا اللحن. فكان اللحن مو موجود، فقال لي نركب عليه وهو. قلت له بس شلون انا حسيت الكلمه؟ فقال لي انا اجيب لك نفس فصارت الا حبك مال ترويشد، فكانت كنت اعرفك كنت اعرفك وربت الا حبك إلا حبك، وكمل القصيدة. فساعات يكون اللحن جاهز بس يحتاج إلى شاعر يعني يعرف يركب الكلمة صح، يعرف يغني. نعم. يعرف يغني. إذن مو دائما الشاعر يحتاج ملحن، أيضا الملحن يحتاج ساعات شاعر يعطي كلمات تناسب اللحن اللي موجود ببالك. هو شوف يمكن أغلب الشعراء الغنائيين ما أدري ما، بس أنا أعتقد عندهم حس موسيقي. نعم. لازم يكون عنده جرس وعنده حس موسيقي، يعني يتخيل المرات اللحن مجرد ما يقرأ للملحن يقرأ أكيد في نغمة معينة، شكل نغم الملحن لما يقرأ الكلام يقرأ دائما بمفاتيح، مرات يقرأ ويلقى بآخر الشطرة مثلا كلمتين مفتاح الأغنية عنده بالنسبة له. ف جزء من الـ من الـ من الشعر اللي نكتبه في الأغنية أنا أعتقد يكون يعني أحيانا بعض الكلمات تكون ملحنة نفسها، الله يعني جاهزة للتلحين. صحيح. ساعات أحط الكلام أقول حق أبو فيصل أو أي شاعر ثاني أقول له هذا الكلام ملحن ملحن في باب فاتح باب. إيه. نعم. أبو فيصل بالمقابل يعني أي شاعر لما يكتب قصيدة للوطن تختلف نهائيا المشاعر والأحاسيس عن الأغنية العاطفية، شنو بنظرك أجمل المحطات اللي قدمتها للوطن للكويت؟ والله شوفي أنا عملت أغاني وايد في الأعمال الوطنية، يعني بديتها بنبع الوفا الصافي. نعم. وعقب فترة سويت وطني حبيبي، وطبعا في قبلها أغاني مجموعة يمكن ما تحضرني الحين، وبعدين لما اشتغلنا في الأوبريتات في الختام وكذا. أيوة. انا وعبد الله من الاغاني الجميله.
بس شعور انت تكتبين الوطن صعب، يعني تحسين كثر ما تبي تقولين، يعني هو حب مثل اللي يكتب عن الام. يعني انا اصعب شيء بالنسبه لي اني اكتب عن الام، فالوطن فيه الام وفيه الاهل وفيه الصحبه وفيه المحيط الكامل اللي تعيشه من طفولتك لمراحل عمرك كلها، مدرستك، شطانتك، مدرسك، هذا كله داخل مختزل داخل حب الوطن. الوطن الكتابة عندنا شيء صعب، فمن كذي كثر ما نكتب نلقى نفسنا كنا أكو بعد، كنا نبي بعد، دائما أكو بعد. صحيح، خصوصا لما يكون عندك وطن مثل الكويت وكل مرة تبي تعبر فيها يا أبو فيصل عن الكلمات. صحيح. شون تقدر كل مرة تختزل مشاعرك في كلمات مختلفة في كل أغنية؟ صعب والله. صح. صعب، يعني اجتهاد ونحاول ندور وبحث وبحث عشان تكتبين شيء يوصل للناس ويعبر ويتردد على ألسن الناس بعد. صحيح، وأيضا أكيد بفيصل جزء من الأغنية الوطنية هي الأغنية الرياضية، واللي أكيد طبعا ما تقل أهمية عن الأغنية الوطنية، فيها تعبير عن الحب والاعتزاز والفخر بالوطن، مثل أغاني اللي إحنا كبرنا عليها، هيدو ويا الأزرق، كلها هذه كانت أغاني للجيل الذهبي. فخلنا نتكلم عن الأغاني والأعمال اللي أنت كتبتها للمنتخب وتعتز فيها جدا. ويا الأزرق من الأغاني اللي اكتسحت الوطن العربي. صحيح، كتبها طبعا أستاذنا الكبير عبد اللطيف البناي. طبعا، واعتقد لحن يوسف مهنا. صحيح، هذيل اسسوا لنا مكان نقول منه ونفرح ونسوي وكذا. انا يمكن شاركت باكثر من عمل على حق المنتخب، حق الانديه، اعتزالات اللاعبين، العنبري ومهرجانات اعتزالاتهم. حصل لي الشرف ان انا اشارك في اعتزالات لاعبين وايد من الكويت. وفي عندنا من الاغاني، يعني شاركت باكثر من اغنيه، رايات الفخر اللي كانت عبد الله ونبيل ونوال. صحيح، مجموعه كذي. اكيد هم لها، دائما عقب بطوله وفوز تحسين تبي تسوين شيء، تساندين هذا الفريق، واحيانا تدعمينه قبل لا يبتدي تبثين نوع الحماس. فهذا دور وطني لازم اعتقد نقوم فيه. يعني كنت تقوم فيه بنفسك ولا يطلب منك؟ لا والله، كنا احنا نتحمس و يعني انا اذكر مع عبد الله رويش تسوينا اغنيه لحنها عبد الله. يعني انتهت المباراه كاس الخليج، خذوا الكاس الكويت. نعم. على طول اتصلنا مع بعض، قعدنا رحنا الاستوديو سجلنا التسجيل و يعني سوينا الاغنيه بالاستوديو. وهذه وايد اعتقد حتى يمكن مع عبد الله تكلم اكيد. واستاذ عبد الله، يعني اللي يشوف يعني يتابع مشوارك وتعاوناتك مع اغلب نجوم الخليج والوطن العربي، هل نقدر نقول ان هؤلاء النجوم هم من اختاروا عبد الله القعود، ام ان عبد الله القعود هو من كان يسعى وراء اسماء النجوم؟ هو توفيق من رب العالمين. جميل. الاخير تستاهل. انا انسان عندي موهبه، لكن غيري كثير عندهم موهبه يمكن احسن مني، لكن اذا الله يبي يوفق انسان يفتح له ابواب. يعني انا طبعا كنت محظوظ في اختياري للجنه تحكيم برنامج سوبر ستار في بيروت، فكان هذا البرنامج بوابه لي اعلاميه كبيره، عرفتني على كبار النجوم العرب، فبالتالي بديت يعني اسوي لون خليجي بس يناسب الاصوات المخليجيه، يعني خلطة يعني بين الكلمة واللحن. لاحظنا يمكن هذا التوجه بالتسعينات. أيه. وايد من الفنانين العرب صاروا يحبون يختارون اللون الخليجي ويغنونه. هل تشوف أن لا زالت هذه نقول الانطلاقة للأغنية الخليجية على أصوات، على يعني لسان وأصوات مطربين ومطربات عرب، لا زالت موجودة، لا زالت مطلوبة، أم خفت شوي؟ هي قبل كانت أغنية، الحين قاموا يسوون البومات خليجي. البومات؟ أيه. يعني الحين انت اصاله تسوي البوم خليجي، انغام تسوي. نعم. البوم خليجي، فهذا دليل ان الاغنيه الخليجيه مطلوبه. والاغنيه الخليجيه على فكره، انا لما اشتغل مع الفنانين العرب لبنان ومصر وكذا، هم ما قاعد يسوونها عشان يعني يقربون من الجمهور الخليجي فقط، هم يعشقون الاغنيه الخليجيه.
لان احنا جملنا حلوه، كلامنا حلو، ايقاعنا رتم نفسه حلو، فبالتالي هم يطلبونها عن عشق. وكثير منهم جرب وما نجح، مو كل واحد يجيد اللون الخليجي، فبالتالي هي اغنيه فرضت نفسها وفي تزايد وتصاعد الاغنيه الخليجيه فعلا. أستاذ ساهر، بالمقابل فكرة جميلة وذكية لما كتبت وطني حبيبي وطني الغالي، كلنا طبعا تعلقنا في هالأغنية وحفظناها كبار وصغار. شنو في نظرك كان سر هذه الأغنية وانتشارها على مدى هالسنوات، مو بس بالكويت، لا انطلقت لأبعد من كذي؟ هو بساطة الكلمة أكيد. كلمة جدا بسيطة في أماكن فيها عمق معين، كانت شبه أبريت مصغر 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 جدا عشان تصير أغنية. نعم. يعني ثلاث مراحل بالأغنية، من بداية أطفال وشلون، وبعدين ناسبت وقت معين، أحداث الحشود على الحدود وحرب مش عارفين كذا، فصادف أن الوطنية كانت العاطفة جهياشة بذاك الوقت. أنا أعتقد كانت كلمة سهلة بسيطة توصل للناس، ولحن مميز من مشعل العروي، ووقت مناسب لإذاعتها. أنا أعتقد شيء يمكن إحنا حالفنا الحظ يعني فيها، كلنا حالفنا الحظ فيها للأمانة يعني، وخصوصا الأطفال وايد تفاعلوا مع هذه الأغنية. صارت في المدارس مثل النشيدة يعني. صحيح، صاروا يرددونها في كل مناسبات المدارس. لكن تتوقع يعني هل فقط هذا كان سر نجاحها على مستوى خلينا نقول الخليج ويمكن الوطن العربي؟ ناس وايد حبت الاغنيه هذه. لا، هي اكيد مثل ما قلت لك، هي كلمه، جمله لحنيه جميله، اداء اللي موجود داخل، التوزيع للاستاذ الكبير عمر خيرت. نعم. كان متميز، وهذه من الاشياء اللي كنا نتمنى حتى نقراها على الكادرات مالت الاغنيه، اسم الموزع الكبير مثل عمر خيره. طبعا كان له دور كبير في نجاحها للامانه. استاذ عبد الله، بالمقابل يعني على ذكر الاغنيه الناجحه، شنو بنظرك الكلمه او الفكره اللي انت تبحث عنها؟ يعني هل هناك كلمات بمستوى معين على اساس تعتقد ان هي راح تنجح وتلاقي الصدى والنجاح، ام ان أنت ممكن تخلق النجاح لأي كلمة مكتوبة؟ أنا أرجع أقول هو توفيق. ساعات تجينا نصوص أو نعمل عمل كامل يعني من كلمات ولحن نراهن عليه، يعني نقول هذا العمل بيكسر الدنيا ويمر مرور الكرام. صحيح. إيه يعني 10 اللي يسمعونها. أما في بعض الأغاني نكون مثلا مسوينها يعني تغشمر. صحيح. يعني بسرعة صارت. نعم. قعدت ساعتين ثلاثة وصارت الأغنية وتنزل وتحقق ملايين. أعطي مثال أغنية كسرت الدنيا. يعني مثلا أغنية كسرت الدنيا، والله ما أدري. أنا سويت مع عبد الله رويشد اللي هي هذا حال الهوى. إيه مثلا سويناها بيوم. بيوم. ثاني يوم سجلناها، نجحت، خذت نجاح. عند يعني في بعض الاعمال، انا مشكلتي الذاكره، بس في بعض الاعمال مثلا تكون حق مطرب يرفضها،
لا لا يعني طيحها من عينك، لا مو هذا الجو. وأسمعها مطرب ثاني ويأخذها وتنجح. يعني في أغاني كثير عندي كانت عند مطربين ثانيين، خذوهم مطربين ثانيين غنوهم ونجحوا فيهم. فهو مو مقياس، يعني هي وجهات نظر. إحنا نجتهد وساعات مثل ما قلت لك، مثلا أنا أذكر مرة كان عندي كلام ورحت حق الشاعر سعود شربتلي، كان في كنت رايح خلاص سمع الأغنية قال شنو هالمطلع؟ قلت له هذا الكلام عندي بس ما أدري منو كاتبه أصلا، يعني قاعد أدور بالأوراق ما أدري منو مو كاتب اسم الشاعر وما عندي إلا مذهب. فقال لي شنو الكلام؟ قلت له ما نسيتك مش عارف إيش كذا كذي، وركب عليه الكلام مال مريم فارس اللي هو من عيوني من عيوني من عيوني، ركب عليه الكلام كامل واحنا قاعدين وعطينا دقينا على مريم وعجبها اللحن وسجلناه وعلى طول وصور ونزل. فبالتالي هي تصير في بعض المرات يكون عندك خيال لحن تركب عليه كلمه، مثل ما قلت لك يصير في لحظه صدق، هي لحظه صدق بس ان الكلمه تلائم اللحن، مو شرط تكون الكلمه على فكره يعني مو شرط تكون يعني حزينه او عميقه. صحيح. يعني هذه مثلا اغنيه مال احمد سعد ايه الحن اليوم ده كلام. صحيح. فرايحي ما في شيء بالضبط، يمكن حتى ما في قافيه بس لا يعني كان في لحظه صدق في الموضوع. نعم. لما تسمعين العمل تستانسين، يعني تحسين ان في نغمه صح، في كلمه بسيطه، فهي توافيج بالاخير مو ما لها مقياس. هل هناك كلمات صعب تلحينها وكلمات سهل تلحينها؟ ماكو شيء ما يتلحن. انا مره قعدت شهر كامل الحن اغنيه واحده كانت كلمات منصور البلوي اللي هي يفراقها حق عبد الله رويشد، هذه قعدت شهر الحن فيها لان قوافي مختلفه وكانت صعبه. اول ما شفت الكلام قلت انا شويه شلون يعني هني وزن هني وزن هني وزن، بس لما حبيت الكلام قمت كل شويه اغير كل شويه اسوي اطلع من هالمقام ادش مقام ثاني. ما في شيء ما يتلحن، حتى الجريده تتلحن، بس هل حلو؟ يعني الكلمه تساعد في 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 ان اللحن يطلع حلو، الكلمه الحلوه تساعد. يعني حطي مثلا شيلي مثلا كلمه مثلا لا خطاوينا، لو شلتي لا خطاوينا الكلمه نفسها وحطيتي اي كلمه ثانيه يمكن ما تنجح الاغنيه، هي كلمه لا خطاوينا على هذا اللحن موفقه. بالضبط. استاذ ساهر ايضا كتبت كلمات لاعمال كوميديه كلنا شفناها واستمتعنا فيها، واي فاي، قريعان، كاني وماني، داود في هوليوود، كلها اعمال شفناها وكتبتها يعني بكلمات بروح كوميديه تخدم طبعا العمل ويستمتع فيها المشاهد. فدائما الناس يراهنون على العمل اللي انت راح تكتبه في مثل هذه الاعمال الكوميديه. وشيء الحمد لله، يعني انا اعتقد توفقت في هذا المجال جداً. كنت انحاش من الشكل العاطفي التقليدي في الأغنية، في داخلنا شيطانة كلنا من الطفولة بشكل، فكنا نروح للمكان اللي في الجو الشيطانة نسميه شوي احنا. أنا من أول كنت أسمع البرامج اللي هو فوازير نيلي وفوازير شريهان، صحيح، فكنت أقول يا ريت أعرف أسوي كذي، بعدين قمت وصلت مرحله اقول يا ريت القى فرصه اسوي كذي، يعني كنت اتمنى اعرف، بعدين كنت اتمنى ان تحصل لي فرصه، وفعلا جتني فرصه في هذا المجال. يعني بديت ببرنامج المنوعات اول شيء خذ وخل حق داود حسين وانتصار الله يرحمها، الله يرحمه، وبعدين توالت عاتب كوكتيل، بعدين دشينا بفضائيات داود في هوليود مع عبد الله، دشينا في قرقيعان بأجزاء ثلاثة، بعدين رحنا بعماكور، يعني بأكثر من عمل. صرنا ننتظرها كأعمال رمضانية بالذات، يعني ننتظر مقدمة العمل وأيضا احنا نستمتع النهاية نشتغل مع بعض. بس لما أنت تشتغل مثل هذه الأعمال أستاذ ساهر، هل المفروض أن أنت تعايش القصة أو تقرأ النص على أساس تعطي روح الكلمات اللي تخدم العمل؟ لازم تفهمين شكل البرنامج ونوعه
يعني انا بعبد الله اشتغلت معك في الصقلاص اعتقد ولا في الصقلاص. انا كنت بسوريا نعم وعبد الله بالكويت وقتها كان الوقت ضيق بالنسبه انت مسافر بعد جدا فقلت لعبد الله الوقت ضيق وادري بس انت ناقش بالتليفون لا اعطاني هو ابو فيصل عنده ميزه قال لي بس دليت السكه مالك شغل ابو فيصل من الشعراء اللي ساعات يعطيك مفتاح اللحن يعني يدندنه ممكن يعني احمد شرقاوي وساهر عندهم موسيقى يعني مثلا يقول ليش ما نقولها كذي يعني لا لا لي 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 ممكن لا يعني مثلا اكو مكان اللي هو عشان تقولينهم باكر غدا بكره غده تموره فانت انا قاعد اقولهم باكر غدا بكره غده تموره باللحن هي باكر غدا بكره غده تموره يعني مثل ما قال اعطيته مفتاح اللحن ساعات يقول شيء حلو فاخذه كما هو حطه هو الكلمه مرات هي توديك حق اللحن حق شكل اللحن سواء قراها عبد الله انا قريتها لا شلون نعم يبين بس اكيد في صبغه لحنيه الملحن يسويها بشكل يخليها سحريه شويه الله حلوه الكلمه هذه شاعر سحريه بالضبط شاعر يعني ما مستحيل نغلبها باختيار الكلمه الصحيحه بس ايضا استاذ عبد الله تلحين مثل هذه الاعمال يتطلب جهد كبير يعني 30 حلقه اكيد ايضا في 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 نص العمل ساعات يكون في غناء ومطلوب منك الحان هني انت ايضا شلون هل مطلوب منك انت ايضا انك تعيش العمل وتعرف تفاصيل العمل عشان تعطي روح اللحن الصحيح والله وناسه كان غير الموضوع يعني انا مره في سنه من السنين نعم. كان عندي مع ابو فيصل 30 اغنيه وعندي مع الشرقاوي وطارق العلي 30 اغنيه وعندي 30 اغنيه بعد شغله كان مع استاذه فجر السعيد نعم. 90 اغنيه مطلوب مني 90 حق شهر رمضان كلهم سويناهم كلهم خلصوا ومستانسين كانت ورشه ورشه يعني بس كنا نستمتع بالعمل الطاقه غير طبعا ما اقص عليك يعني الحين ما نقدر نسوي 90 اغنيه صحيح. بس قبل كان الواحد عنده مخزون وعنده الطاقه وممكن يطبق لثاني يوم بالاستوديو هذه كنا عايشين بالاستوديو عايشين بالمكتب اي والله انا الله يرحمه طارق عاكف كنت كان عنده غرفه صغيره الله يرحمه وكنت انام يعني اشوف هذا طبعا يعني هو اللي علمني وايد اشياء حقيقه بالموسيقى فكنت اقعد معاه اشوفه يشتغل اقول له بروح انام ساعتين وارجع لك يكون هو قاعد يشتغل فقبل غير يعني قبل احنا ما كان في مسؤوليه طبعا لا في عيال لا في شغل لا في كذا فبالتالي كنا نسوي لكن كصعوبه اذا انت تحبين الشيء ما في صعوبه الصعوبة تأتي إذا أنت الشغلة مو شغلتك ومطلوب منك شيء يعني أنت مو قده فبالتالي هني تكون في صعوبة بس إحنا كنا نستانس يعني بالموضوع بصراحة نعم والمتعة دائما والمتعة في العمل ولما تعطي من قلبك مثل ما احنا نقول وحابتها لما تحبين شغلك أكيد تقدر تبدع وأنا متأكدة لو يعطونك 90 حلقة الحين راح تعطي إن شاء الله. لأنك أنت حاب الموضوع ومثل ما قلت كنا نستمتع يعني هذه الجملة يمكن تحرك مشاعر الإنسان أنه فعلا يتحدى وينجح في العمل صحيح صحيح بس أنا شفيت إياه عادي عادي ولا معادي أنا
بالمقابل الأستاذ ساري يعني يمكن في وايد مقابلات أجريتها مع كبار الفنانين دائما يقولون صرنا نفتقد الكلمة سواء في النص الدرامي أو النص المسرحي أو حتى ساعات بعض الأحيان في الأغنية. فشنو هي فلسفة الكتابة الحقيقية أو فلسفة كتابة أغنية ناجحة؟ هل هي عمق المفردات أم بساطتها؟ لا، هو السهل الممتنع ما في شك، هو يتميزون فيه بعض الكتاب أو أغلب الكتاب. نعم. كتابة الأغنية شلون تقولين موضوع حلو بسالفة حلوة بشكل مبسط، يعني سهل، يعني أكو واحد يسولف سالفة تسمعينها منه تحبينها صح، أو يقول نكتة تضحكين، ويقول لك شخص نفس النكتة أو نفس السالفة بس تلفتين السالفة يخلص. فهذا في فرق وايد بين هذا، هي أسلوب وصياغة، شلون يقدم هذا العمل، شلون يختار الكلمة. لا يعني أعطني مثال للسهل الممتنع من أعمالك. وايد يعني بشوف بالكتابات، يعني خلينا نقول مثلا ما أروعك لنبيل شعيل مثلا. نعم. أنا أشوفها يعني وهي بالكتابة كأنها سهلة، ما أروعك أعجب وأغرب من الخيال، ما أروعك أحسها سهلة، بس بنفس الوقت حابها، يعني حابها، أحس أنه بيطلع منها شيء، بيصير فيها شيء، فتقدم بهذا الشكل، تاخذ لونها بعدين عادي بروحها. فاكو شيء انت تسوينه تحبينه وتقدم، بقى اللي صيغه الملحن شلون صيغه، شلون يختار. مرات الملحنين مثل عبد الله يلحن الكوبليه من نص الكلام ونبتدي من يصير هذا فوق ونبتدي نسوي اغنيه من جديد. فحب الصناعه، حب الكتابه، حب اللحن، الملحن شلون بيقدم، هذا كلها اشياء مشتركه تساعد على نجاح الاغنيه اكيد يعني. طبعا اذا اعطني كلمات اغنيه مشتركه بينكم وبين استاذ عبد الله. يعني انا وعبد الله سوينا مجموعه اغاني، واحد تبي نقول ويني عبد الله؟ تفضل. اغنيه ويني غناها عبد الله الرويشد من الحان عبد الله القعود، تقول ويني شوفوا من يسالني ويني، اللي حب دموع عيني، اللي غنى في انيني، اللي قال البعد اريح وما سال وش صار فيني، ويني شوفوا من يسالني ويني، ويني عني لما، ويني عني لما عشت عمري يمه، كان همي همه وناوي يشتري بغالي يشتريني وناوي يشتريني، وين لما جيت، وين لما جيت كل حب رجيته، خوش ذاكره ابو فيصل. فهذه من الاعمال اللي انا مع عبد الله فيها. تذكر لحن عبد الله؟ لا. ما تبي تغني ها؟ لا لا، هي هذه اللي تكلمنا عنها صحيح. شوي نعم من شوي. بالمقابل استاذ عبد الله، لو نتكلم يعني لما تجيك قصيده وحبيت انك انت تلحنها، هل فعلا وانت تدندنها وانت تلحنها قاعد تفكر في مطرب معين، في اسم معين، ولا دائما بعد ما تلحن يمكن تقول هذه تناسب هالصوت او هذاك الصوت؟ لا، كثير افكر بالصوت قبل. بالصوت قبل؟ ايه كثير من الاحيان، وفي بعض الاحيان اسوي عمل يطلع معي وبعدين اشوف منو يناسبه. يعني مثلا اذا يا مطرب يبي يغني يقول لي مثلا سمعني شنو عندك، ما سمع هذه الاغنيه لانه ما تناسب. نفس انا منه قعدت 13 سنه لانه ما حد قال لي، يعني ما حد يغنيها، يعني هو عبد الله الرويشد ممكن يغنيها، جمهور عبد الله الرويشد ممكن يسمع هذا اللون. انت تفكر ايضا بالجمهور؟ اي طبعا، يعني ما ابي اسوي اغنيه وما تنسمع او ما تكون لها دور، فبالتالي افكر ان هذا اللون لو يغنيه نبيل شعيل مثلا ينجح. يعني في 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 مثلا في اغنيه سويناها حق نبيل شعيل في الزمانات، يعني انا وعلي الفضلي، اسمها دلوعه، اغنيه اسمها دلوعه. فنبيل كان مسافر، دقيت عليه تليفون قبل اركب طاره، قلت له يا قلبي انت الكبير صالحها، يعني ايش يصير؟ يقول لي بس 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 كمل انا رايح وراد ومش عارف ايش. حمسته؟ اي، يعني اقصد انا شايف نبيل شعيل، مو شايف احد ثاني. اي
هو يغني هالكلام، يغني هالجرأة، يغني مش عارف إيش، وفعلا كانت الأغنية كملنا الكلام وكملنا وصارت. فبالتالي هي ساعات تشوفين إن يعني أنا قاعد مثلا ما حد طلب مني لحن والله، بس بلحن، سويت لحن أنا أغني أنا حابة، لما يطلب مني أقول والله عندي لحن يناسبك أسمع. هو العكس صحيح، ساعات هي مثلا عبد الله يقول هذا الكلام، أو مثلا أي فنان يقول هذا الكلام أبي حقي سولي، أو سولي شيء أنت أبو فيصل. فبالتالي إحنا عارفين إن اللي بيغني فلان. صحيح. عندي سؤال مشترك لكم ضيوفي الأعزاء. طبعا أغلب الفنانين الخليجيين كانت انطلاقتهم من الكويت، وهي أكيد من أهم المحطات في مشوارهم الفني ومشوار أغلب المطربين. اليوم صرنا نتكلم عن نجاح الأغنية الخليجية بشكل عام، فهل ما زال اليوم هناك تصنيف للأغنية؟ أغنية كويتية، سعودية، بحرينية، أغنية إماراتية، أغنية قطرية، عمانية، أم أنها فعلا نقدر نطلق عليها أغنية خليجية، ولا كل واحدة فيهم متميزة لحالها؟ أنا أشوف أغنية خليجية موجودة. إيه، أنا أشوف أن الأغنية أصمه هو أضلاع. يعني إحنا إذا بنتكلم من ناحية موسيقية فإحنا نتكلم على الإيقاع مثلا، مثلا لما نقول الخبيتي هذا إيقاع سعودي، المروبع كويتي، البندري مش عارف إيش، وكل إيقاع مشترك أكيد. لكن الآن الآن خلاص صار الاستعارة من الإيقاع الإماراتي أخذ أسوي عليه لحن. نعم. اللي كويتيين يأخذون، الإماراتيين يأخذون إيقاع كويتي يسوون عليه لحن، السعودي يأخذ البحريني. ما أعتقد أنها صارت المسميات، لكن هو في نجاح أشخاص بعينها. يعني لما نقول الجسمي مطرب إماراتي، فهو لما يغني ينسب للإمارات، عبد الله رويشد والنبيل شعيل ونوال وعبد الكريم مطربين كويتيين. نعم. محمد مصباح مطرب كويتي، محمد عبدو، عبد المجيد مطرب سعودي. هذه المسميات. أما الأغنية نفسها يعني قاعدة أتسولف بفيصل، قلت له شو تسمي بعاد؟ بعاد كنتم، الأغنية شنو هذه؟ سعودية، مطرب محمد عبدو. صحيح. أي بس الملحن والشاعر كويتيين. كويتيين. شو تسمين هذه؟ أغنية سعودية ولا كويتية؟ أغنية خليجية. خليجية. خليجية خلاص. زين بفيصل، أيضا الكويت يمكن تميزت من سنوات طويلة بالأوبريتات الوطنية. صحيح. تميزنا فيها جدا، ويعني وما زالت ولا زالت. صحيح اكيد. خلينا نتكلم اكثر عن التحضير لكتابه اوبريت وطني. يعني لما يطلب منك انك تكتب اوبريت كامل بمشاهده يعني كل العمل من اول ما يبدا الى ان يختم، هو وقت ومسؤوليه وبحث دائم واستنفار، كل شيء تسمينه مع بعض هذا كله. يمكن عبد الله ببداية الاجتماعات الأولى أنا أخذ نقعد من إحنا يعني الأوبريتات الوطنية، الأوبريت الدولة تحديداً. نعم. لا أكثر من 5 أشهر. إيه؟ يعني أكثر من 5 أشهر. إيه، كانت الشيخ مثال تطلبنا بعد الأوبريت قبل لا نطلع إجازة. صحيح. يعني تطلبني أنا وساهر نروح نقعد عندها بالبيت، ها إيش بنسوي، إيش بنسوي السنة الجاية؟ فحنقول له احنا شيخ خل نريح شوي. يعني ما شاء الله، يعني هي كانت تحب اول باول، فبالتالي تقول خلاص سافروا وارتاحوا وخذ رست وخلصون تعالوا. فاحنا نشتغل تحضيرات من بعد ما يطوف 2 شهر مثلا من الاوبريت الاول، خلاص احنا كاشخاص نبتدي. المدارس والطلبه والباقي الموسيقيين يبتدون قبلها 5 أشهر 6 أشهر، بس احنا على طول. فبالتالي التحضيرات طويلة، العمل اللي كانوا يشوفون الناس عمل شاق مو سهل. أكيد. هو أصعب شيء أنا في مسيرتي كانت هذا، يعني موسيقيا. إيه طبعا طبعا، لأنه صعب شلون تولفينا وشلون تجمعينا. نجاح ونجاح ما يعني نجاح المسرحي مباشر، نجاح المشاهدات التلفزيون تجي بمراحل عقب. أي بالضبط. كل ما نعرض كل ما نعرض كل ما غدا يحلو. أي هو شوفي يعني هم بعد حتى قبلنا احنا الأوبريتات اللي كان الأستاذ شاد الخليج وغنام الديقان وسناء الخراس كان هم شاق أكيد. يعني تشوفين العمل الجبار اللي قاعد يصير فتحسين ان هذا في شغل. بعد هم كانوا لايف، يعني كانوا موسيقى حية، العزف كان لايف. ايه. صحيح. فبالتالي البروفات يعني انا اتوقع ان يعني كان صعب مو سهل، ولا بالتالي كان يطلع بشكل بيرفكت يعني. صحيح.
لكن كتابة مثل هذه الأعمال أيضا تحتاج 5 شهور تحضير؟ والله احنا لين قبل لا يركب الكورال والمجاميع والأصوات الصولوهات نغير نغير إيه؟ لآخر لحظة إيه طبعا يعني أذكر نلحق نلحق النجاح يوم نزيد شغلة اللي قالت لك الشيخ اللي قلناها نبيل إيه؟ اللي هي يا ديرة علت ابتسامت على الجراح عنت هذه ما كانت موجودة صح فضفناها ودخلناها وزرعناها داخل ضفتها للعمل صح يعني مو سهل وهو فعلا هو كافي القلق لأن أنت يعني قاعد تسوين حق يعني أسمى شيء اللي هو الوطن بحضور القائد وبحضور الناس وكل الناس منتظرة فهي مسؤولية وتكملة سلسلة نجاح من أول ما بدأت الأوبراتات الوطنية لين ما أنت واصلة فهي شلون تكملين هذه السلسلة من النجاح الفكرة العامة للأوبريت هل مطلوبة منك أنت كشاعر أنك تحطها مثلا أو أنه يعطونك الفكرة الأساسية وعلى أساسها لا هي أحيانا تصير فكرة من الشيخ أمثال أحيانا تكون مشروع مقدم من خلال الاجتماع وبعدين الكل يتبناه وتأيده مثلا الشيخ كذي يعني يصير نعم. يصير اجتماع عشان يولد شيء بس يكون اكثر من فكره متقدمه صح وتم اختيار شكل منه نعم. إيش كثر صارت الأغنية باهظة الثمن بالنسبة لأي مطرب جديد حاب إنه يبدأ؟ مو على نوع التسجيل يعتبر صح؟ إيه طبعًا هي في أغنية ممكن تسجلينها الآن يعني ممكن يسوون أغنية الآن ب 300 دينار يسوي لك أغنية كاملة يجيب لك عود وإيقاع وكمانجا ولحن صحيح يسوي لك إياها وفي أغنية تسجل ب تحتاج أكسترا آلاف الآلاف يعني هو على حسب الكواليتي نفسه نعم شنو تبي نوع الموسيقى ونوع بس يعني اذا يعني دراما وايد تبي دراما وايد اكيد تبي موسيقى لا يعني اقصد مثلا اذا اوركسترا مثلا الات كثير مسجله وين بتركيا بالقاهره وين مسجله كل شيء له اجر الملحن هل اجره غالي الشاعر اجره غالي يعني اذا نفس ابو فيصل مثلا زين فهذا كله يدش تحت بند ثمن الاغنيه طبعا وفي بعض الشباب الان تلاقيه هو الملحن والشاعر ذاك اليوم قاعد اسمع اغنيه فعجبتني الاغنيه ما ادري ولا تسأليني منو اللي غني فبعدين سالت واحد قال لي هذا فلان هو اللي كاتبها واللي ملحنها واللي مغنيها قلت له والله عافيه عليه عفي عليه يعني حلوه الاغنيه يعني شويه لو قمت اقول عاد ملاحظاتي انا يعني لو مسوي كذي لو مسوي كذي بس بالتوتل تنسمع الاغنيه فهذه ما كلفته اكيد يعني ايش كلفته هو الشاعر والملحن والتسجيل ما في ما كله كيبورد يعني بالكثير كانت 500 دينار هذه الاغنيه بس حلوه بالاخير اغنيه انا سمعتها وممكن اسمعها مره ثانيه الحين وايد اغاني ناجحه ترى الاتها بسيطه ما يسمونها وهو انا الحين عندي اغنيه جديده نعم حق عبد العزيز احمد إيه؟ الحين انا قاعد اسجلها فامس قاعد اكلم الموزع اقول له
اقول له اطلع عن المألوف، ابي صوت جديد، يعني ما ابي الاعتيادي لان الناس ملت، قاعد نسوي الاعتيادي الناس ما تبي. فقاعد اقول له انا معجب بال 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 بالمصريين وايد، المصريين متجددين، يعني قاعد يجددون موسيقاهم عن طريق التوزيع، عن طريق الكلمة، عن طريق. فأنت اطلع المألوف، لأن أنا معطيك كلام مو مألوف، يمكن لحني هو الشيء الوحيد المألوف اللي أنا مسويه، أما الكلمة مو مألوفة وأبي التوزيع مو مألوف. قال لي شلون يعني مألوف؟ فقلت أقول له يعني اسحب الآلات، خل الآلات بسيطة، لا تسوي إزعاج، لا تسوي، ما أبي أوركسترا، ما أبي موسيقى، ما أبي، أبي آلات فردية تعزف، يعني عشان أوصل لشكل جديد، ما بي الاعتيادي، يعني نعم. من نوع من التجارب. أبو فيصل شنو جديدك؟ الجديد والله إن شاء الله في مع عبد العزيز الويس عندي عمل. نعم. في مشروع مع عبد الله رويشد، عمل أو عملين. هذا اللي بالذاكرة الحين، يعني تقريبا ما عندنا، عندي مع عبد الله لحن بس ما من لا هذا كانت غيره، مو هذا سوينا، كنا حق عبد الله وقته. اي عبد الله رويشد سوينا عمل، شو اسمه قولي، نسيت اسمه والله انا، انت إيه نسيت انا اللي بدك الظهر بين حط بالدرج نفسه. عموما طبعا وجودكم اسعدني جدا في هذه الليله، وبرنامج اسفرت هي اسفرت وانورت بوجود قامات من قامات الاغنيه الكويتيه. سعيده جدا معكم اليوم ضيوفي الشاعر ساهر والملحن عبد الله القعود. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في تطوير الاغنيه الكويتيه وانها تظل دائما سائده في ساحه الغناء. شكرا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا نشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى ولقاءات أخرى. مع السلامة.